طيب انا افتكر كل ما زاد عدد المحطات الاذاعيه كل ما كان حاجه حميده كويس. لسبب انه بيزيد التنافس بين المحطات دي ككل. التنافس ده في مصلحه المستمع. التنافس بيكون في التنافس شرس في المحتوى المقدم في الجمهور ولا في المحتوى لا اي محطه لما تيجي تخش بتبدا تنافس على اساس انه تكسب نسبه اعلى من الجمهور من المتابعين والمستمعين. النسبه الاعلى دي ما بتقدر تحققها الا من خلال انتاج برامج غير موجوده في المحطات الاخرى وغير تقليديه. وده بيزيدنا من نسبه المحتوى الجيد في الاثير في الفضاء المقدم كويس. ده حاجه. الحاجه الثانيه انه انا لو بفتش لمحتوى محدد وعايز افتش وما لقيته في المحطه دي بلقى في المحطه اللي بعدها. يعني انا لو عايز برنامج متخصص في الزراعه او في الطب او في الهندسه ما لقيته في المحطه بتاعت المنوعات يمكن يلقاه في المحطه المتخصصه. كل ما زاد عدد المحطات كل ما كان في فائده المستمع. ما في فائده الاعلام، في فائده المستمع. بالتالي النتيجه او المحصله النهائيه المستمعين حيلتفوا حول مؤسسات اعلاميه او اذاعيه محدده وبيسقطوا المؤسسات الثانيه تلقائيا بتندثر. انت ما تحاكم مؤسسه ولا تحاكم اعلامي. الاعلام ده ما شفاف. انت والجمهور مباشره، انت والجمهور. المستمع او المشاهد او القارئ اما يقبلك او يرفضك. اي زول عنده حاجه داري يقدمها. يعني انا واحد من انصار تعدد المنصات الاعلاميه. اي زول عنده حاجه داري يقدمها يطلع. لو انت جدير بتثبت، ما جدير بيسقطك الجمهور. صح. ولكن احنا فيما يخص المحتوى في يبقى قدامنا تحدي اخر، يعني في الحديث عن ثقافه المتلقي، في الحديث عن زائغة المتلقي للمنوعات وغيرها. ويبقى دائما السؤال من الذي يشكل الآخر، يعني هل الإذاعات تستجيب للمتلقي الحاضر أم أن الإعلامي هو الذي يشكل ذوق الجمهور؟ أما المستمع هو قد ينفي أحيانا الحديث الذي تحدث عنه فإنه هو الجمهور الذي يرفض الإعلامي وغيرها. هي يمكن طيب من جانب بس عشان أصحح وجهة نظري هو من جانب من جانب الاستماع والمتابعة هو ممكن يقبلك وممكن يرفضك. لكن في مساله صناعه المحتوى دائما لو انا جيت تكلمت عن الاذاعه على مستوى التحديد باعتبار انه انا شغلي كله في الاذاعه العمل الاعلامي اللي بيقدمه مقدم البرامج او المذيع في الاذاعه هو دائما بيستصحب معه كل فئات المجتمع، يلبي في كل فئات المجتمع، يلبي ثقافه الجمهور ام ان الاعلامي هو الذي يؤثر ويصنع ثقافه الجمهور. هو انت ما بتسقط واحده فين. انت بتقدم بتاخذ في بالك الاثنين. يعني انت بتكون بتخاطب اعلى درجات المجتمع ثقافه وفكرا، وبتنزل بتستصحب معاك الاقل. الاذاعه دي ميزتها تناقش، تثقف، تعلم. الزول اللي هو في ادنى درجات الثقافه والمعرفه انت بتنزل له بتستصحبه معاك بترفعه. ودي ميزه الناس اللي بيسمعوا الناس. انت المؤثر درجتهم بعيده. هنا انت المؤثر. اذا كنت انت المؤثر. الزول اللي عنده درجه عاليه من الوعي ومن المعرفه ومن العلم ومتخصص في تخصص ما انت بتستصحبه معك تلقائيا، لانه الاذاعه فيها برامج تفاعليه. الان الاذاعه ما اصبحت لاين واحد، انت بتقدم رساله في فيدباك. الفيدباك ده من خلال البرامج التفاعليه طبعا، من خلال الرسائل اللي بتصلك، من خلال تفاعلك مع الناس في الفيسبوك، من خلال البرامج اللي بيكون فيها فيدباك. انت بتتكلم وفي زول ثاني بيرد لك. لو اخطات ما بخلوك في حالك، حيردوا لك في الحال، سواء كان اخطات لغويا او على مستوى المعلومه او على مستوى صح وده فكره انت بتقدمها. يعني دجة طيبه لحياه طيبه.